تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة استكمال مختلف ورشات العصرنة، تنهي وزارة الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم المواطنات والمواطنين بشروعها منذ تاريخ 5 من شهر جويلية الجاري في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن، وذلك بعد أن كانت مقتصرة على البلديات مقرات الولايات منذ عام 2019، ثم البلديات مقرات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023. وعليه تتكفل جميع بلديات الوطن بإصدار رخص السياقة البيومترية وفق الشروط القانونية السارية، سواء تعلق الأمر بطالبي الرخصة الجدد أو بطلبات رخص السياقة الكلاسيكية منتهية الصلاحية، وكذلك مرتبطة بإدراج أصناف جديدة على رخصة السياقة، فيما تبقى رخص السياقة الكلاسيكية سارية والمفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها. تحت شعار رؤية